الفار ده ارهابي وفار مفترس وفران مش عارف الفران جاي المره دي يعني الفار عدني زي ما انتوا شايفين كده اهي ويعد فران التعبان عدى انا حطيت الفرعون مسك عدى عدى اول مره اشوف فار عدي تعبان ازاي ابعد عنه فران مفترس شايفين اللي عدى ارمو ارمو معلش يا فرعون اسكت بقى عشان ما يعدنيش اقعد ساكت ده الواد جيلي ده طبعا ما ينفعش ان احنا نحط الفار للتعبان والتعبان شبعان تعالى انا في الفيلم ما ينفعش نحط الفار للتعبان والتعبان شبعان لان اما انت شبعانة يا كاميلا اما يبقى التعبان شبعان وحطيت له فار الفار هيأذي التعبان هيعضه بقى لو التعبان لسه صغير بقى خالص مش كبير ممكن ان هو يعمل له يبوظ له الدنيا خالص يعني ممكن انه يعدي يبوظ له عينيه يبوظ له الدنيا خالص يقطع له ديله مثلا فبلاش اللي احنا ايه نحط له فار وهو شبعان انت يستحسن لما تيجي تاكل التعابين هتحط الفار مثلا ايه وانت واقف ما كلوش خمس دقايق شيله في يعني الناس كتير تقول لك طب التعبان ما بياكلش بقاله مده انت بتشوف الحاجه في حاجات كتير اسباب كتير ان التعبان ما ياكلش اسباب ممكن تكون التعبان الحراره مش مظبوطه عنده دي اول حاجه الحراره التعبين ديت ذوات دم بارد اللي هو ايه لو ما بيعرفوش يتحكموا في درجه الحراره زي جسم الانسان يعني سبحان الله انت درجه الحراره بتبقى بره مثلا درجه اي حاجه درجه حراره جسمك طبيعيه اللي هي ايه ماشيه مع اعضاء جسمك بيبقى درجه جسمك تختلف عن بره لا هم غير كده لو الدرجه بره يعني الدرجه بره تلجت في الجسم التعبان هتتلج برضه فالحراره لو نزلت على طول تلاقي التعبان ضعف والمناعه بتاعته قلت وكل حاجه فضت فمش هياكل فانت الناس اللي بيشتغلوا ان التعبان ما بتاكلش اهم حاجه عندك الحراره تاني حاجه بقى في تعبان عندها اساليب معينه كده بتبقى ايه يعني بتتنك على الاكل شويه اللي هو مثلا انت عندك جيسيكا جت ايام ما كانتش بتاكل فحطيت لها عدد 20 يوم ما كلتش جينا حطينا لها والدرجة الحراره عاليه عليت درجه الحراره ما كانتش برضه عملنا ايه حطينا هنا فرخه وقفلنا النور بدات انها تاكل طفينا النور بالليل بدات انها تصطاد في الضلم فهم بيحتاجوا تغيير روتين كده يعني اكلهم في الطبيعه او البريه فهي اصطادت في الضلمه وفضلت اوقات كتيره ان هي ايه ما تاكلش غير بالطريقه ديت بالليل تحط لها الصبح ما تاكلش مهما كانت جعانه فانت دلوقتي اهم حاجه ان الفار يعني الفران هنا مفترسه شوف الفار ده والله مفتري هو نفس الفار هو الفار عدني فار عدنا اهو طبعا لو تاني كده بنشوفه يعضك في الفيديو ايدي جابت دم بطريقه كانت شغاله انا فور الدم فانا قلت بقى ايه قلت لا هشيل احط الفرعون بقى ايه فرعون يقضى عليه طلع اللي جبتك يا عبد العزيز قال لي لقيتك عايز تعالى طلع فرعون غلبان يا عيني واغلب مني هل طبعا العدة فين طبعا العدة احنا طهرناه شايفين غرز السنتين بتوعه غرز السنتين بتوعه هنا خالص اهو سن هنا وسن هنا طبعا احنا طهرناه وطبعا انا بالنسبه له برضو طهرت ايدي و خدنا حقنا برضو عشان ايه هو عامة يعني الفرن دي ما بتبقاش زي اللي بره مليانه بكتيريا وكده اما الفرن دي الدكاتره كلهم بيتعدوا منها في الطب البيطري والطب البشري كل المعامل بتتعدي منها عادي خالص انت بتطهر بس لان الفرن دي هنا اصلا بتاكل علف من بتاع الطيور العليقه والحاجات دي وبتاكل خس وخضروات وميه عاديه لكن اللي بره بقى ده بياكل كل حاجه وحشه وكل حاجه بيبقى فيه ميكروبات ممكن اصلا يجيب لك تسمم او يجيب لك غرغرينا ولا او رغرغينا بتتقلي ما اعرفش المهم بيجيب لك الحاجات دي انما اللي موجود هنا يعني العمليه بتبقى تمام طبعا ان دي تاني عضه بالنسبه لي بعد عضه فرعون فرعون هو صغير عندنا عضه وعضه الفار انما جيسيكا طبعا يا جدعان انتوا عارفين جيسيكا كانت تعبانه جامد ولسه بادئه تخف ده احنا هنجيب 2 كيلو موز ونجي نشوف المفروض هي خست خالص ايه خست خالص لسه يعتبر كنا بنعالج فيها لسه بادئه تخف ما تديها بوسه كده يا اتش ها اديها بوسه كده لا مش عايزين نبوسها بدل ما تقوم بهسام اهي
طبعا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللي التعبين دلوقتي عندها 6 شهور تقريبا او 8 شهور. ما تخافش، لا خاف، ارجع ارجع كده تمسك التليفون تحسب التليفون فرخه ولا حاجه. عايز امسك التليفون؟ ها تعال. طبعا كان بقها من هنا. تعالى شوف، طبعا التعابين دي سنانها لسه لبنيه، لسه سنانها صغيره. التعابين ديت يعني هي كده لسه اطفال ما شاء الله، يعني جيسيكا وفرعون لسه اطفال، بس برضك لو عضوا هيعملوا الصح. عايز بوسها فلفل؟ امال لما يبقى عواجيزه يعملوا ايه؟ طبعا الاصيلات بتمتلك سنان كتير قوي، يعني لو مسكتك تعمل الصح. انا مش عارف اعمل فيك ايه. انت لو جيسيكا بتاكل فران كانت خلصت عليك، بس هي بتاكل فراخ، بس ما بتاكلش فران. ما بتستندفكمش. فرعون اللي عافش بقى بيشوف الفران. فرعون ما بيقدرش ياكل فراخ وباكل فران. عايز اجوعه مده وبعد كده ايه احط له فراخ. يمكن انا شايفين طبعا الصالات لو هو بقى بيهجم بقى، هو طبعا دلوقتي عادي بيتسلق كده بيلعب، يعني لو ماسك ولف على ايدي وبالعصب الصالات ده عصره يعني ممكن لو الاصل حجمها كبير لو فضلت شويه تقطع ايده لو حجمها كبير، لكن الصغيرين دلوقتي عادي هما بيعصروا مثلا الفران الفراخ، لكن بالنسبه لنا احنا دلوقتي مش هيعملوا حاجه. بس بعد كده طبعا الحاجات دي اما تكبر بتاكل غزلان، بتاكل حاجات كبيره جدا، وده يعني يثبت لك انها ممكن تخلص عليك. بالذات بقى انت تخاف من الحاجات دي انها لو عضتك في المكانين، المكان اللي في الرقبه او العين. الرقبه هنا لو عضت فيها ممكن يجيلك نزيف، لان ده كان محترف تربيه التعابين ومات منها، كان في دول اوروبيه محترف تربيه التعابين، عضته في رقبته هنا جاله نزيف ما لحقش، ومش سمع عصيره برضه كسرات. كانت تقريبا كانت شبكيه غشيمه قوي. ايوه انت مصدق، عارف انت الحاجات دي كلها صح؟ المهم ايه ان هي الاصالات ديت اهم حاجه في حلقتنا النهارده اللي احنا قلناه، ان انت اوعى تحط للتعابين لو انت جايب اصالات صغيره فاس، اوعى تحط المايس او اما يكبروا شويه تحط رات فار كبير وتسيبهم معاه، لان في الموضوع ده ممكن ان انت تخسر التعبان. وطبعا الاصوات دي بتيجي صغيره بتبقى مثلا من 1500 وانت طالع، في توصل ل 5000 وتعدي بتبقى فاس 7000 على حسب الطفره بتاعتها واللون. تمام، طبعا دول الطفرات الاثنين بورمس هاي. فانت الحاجات دي ما تبقاش جايبها وانك هتخسر، يعني هي الحاجات دي تجيبها تهتم بيها وتبقى واخد بالك من دي، لان مثلا انت لو عندك اصله زي ديت ودخل على مثلا الفار عضها من عينها، ده حوار عضها من عينها باظت خلاص كده انسى بقى، تبقى اصله بعين واحده ومشكله كتيره. ممكن تبقى حوالي ممكن في التكاثر بعد كده تظبط معاها ما تظبطش معاها. يعني ايه عندنا في الطيور المشاكل لما يبقى مثلا ذكر حمام مثلا عينه بايظه، ساعات بيتم عمليه تكاثر وساعات لا يطلع البيض رايق، بتبقى مشاكل في كده. فاحنا النهارده زي ما بقول لكم الفرع الارهاب اهو، تعالى كده الارهابه. خلي بالكم والله انا ما كنتش اصلا جاي امسكه، انا جاي احط لهم اكل، جاي احط لهم اكل لقيته جرى على ايدي وقام معدني. فاحنا ممكن دلوقتي ان هو يهجم اصلا على التليفون. قال يا رات يا ارهابي انت بص كده كده انت الوجبه الجايه هنكتفك ونحطك لفرعون عشان تحترم نفسك بعد كده. شايفين الراتات عينها حمرا ازاي؟ سبحان الله شوفهم. فلا زي ما انتم شايفين كده، واصلا حجمه كبير. الراتات الكبيره ديت بتبقى مجرمه شويه. طبعا الراتات ديت الفرنزا هي اللي هي عندنا اللي هي الغامقه البن او السودا ديت بتبقى شرسه جدا، ان انت اصلا ما تعرفش تمسكها. معلش انا عارف انت زعلان على عضه، بس عادي انا عديها المره دي. احنا النهارده بقى زي ما قلنا لكم كده
حاولوا تاخدوا بالكم من حته الفيران عشان ما تعدش التعبين عندكم. واستنوا الحلقات اللي جايه تبقى حلقات جميله جدا. وما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، اعمل كومنتات كتير، اذكر فيها ليه، دعم كتير قوي. واستنوا الفيديوهات اللي جايه هتعجبكم جدا. سلام.